اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد من سر من اسرار الضيف اللي معانا. وحلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا لان احنا عملنا مجموعه حلقات عن الاكسسوارات، بس النهارده معانا اكسسوارات من نوع تاني، اكسسوارات لها زمن طويل وتاريخ طويل، زمن البراعه والاصاله. معانا النهارده هنتكلم عن الفضه، ولو ما نيجي نتكلم عن الفضه فلازم هنتكلم عن الذوق الراقي، هنتكلم عن الزمن الاصيل. الفضه عمرها ما بتتغير في اي زمان ولا في اي مكان، الفضه بتفضل طول عمرها برونقها واصالتها. طبعا انا مش قادر اتكلم عن الفضه ومهما اتكلمت عليها هاخد الحلقه كلها. انا هسيب قائد من قواد الفضه، لا موهبه ولا اي حاجه، ده هو اصلا اساس الفضه. معانا ومعاكم استاذ ماجد. اهلا وسهلا يا استاذ ماجد، منور حلقتنا النهارده. ربنا يخليك، تسلمي. في البدايه طبعا الساده المشاهدين عايزين تعرفوا حضرتك. انا اسمي ماجد، صاحب محلات في عين شمس. بدات الفضه من زمان، من وانا صغير بدات من تحت بمعنى اصح يعني. مش موهبه بقى وهاخدها عشان كده قلت مش موهبه. دي اساس بالظبط كده. تمام. فهي بالنسبه لي مش مهنه قد ما هي حاجه بتحبيها، وانت شغاله فيها حاجه انت بتحبيها، مش هوايه، لا دي انت فعلا حاببها زي ما اقوله كده، بتجري في دمك الموضوع ده. بالظبط كده. تمام. بدأتها طبعا من سن صغير يا استاذ ميجي، يعني تقريبا من سن 16 سنه، تقريبا 17 سنه. 17 سنه يعني بقالك فيها يعني حاجة زمن سنة. حاجه و20 سنه. يعني انت خدت المهنه على اصولها زي ما بيقولوا كده. بالظبط كده. طيب اول حاجه عملتها يا استاذ ماجد وبعد كده استاذك او اللي كان بيعلمك قال لك لا انت عايز تستمر فيها، كانت ايه؟ كنا ساعتها بنعمل اسم العميل في دوت، فانا اقترحت عليه التصميم بتاعه. تمام. فعجبه الفكره قوي، فبدا ان احنا نكمل في الموضوع. ايوه تمام. طيب اكيد حد شجعك، مين اول ناس شجعوك وقفوا جنبك في بدايه طريقك خالص؟ كان في طبعا تجار كده زمان وقفت معايا في البدايه، كانوا بيفهموني ده ايه وده ايه وده ايه. فالناس دي ما انساش فضلها عليا ابدا. موجودين لغايه دلوقتي وفرحانين. طبعا زائد المعلم بتاعي برضو اللي علمني ده، ليه فضل عليا كبير قوي يعني. كان من صغره بيحب يشربك المهنه، مش بيبخل على حد ان هو يديله خبرته. لا بصراحه ما بخلش عليا بحاجه بصراحه. هو اللي عمل استاذ ماجد النهارده اللي احنا جايبينه ومشرفنا في البرنامج. تمام. استاذ ماجد، احنا لما دخلنا على البيجي بتاعك على صفحتك لقينا حاجات اشكالها جميله وكويسه والناس بتشكر فيها. انا ما توقعت الصراحه ان حضرتك هتكون لسه شاب صغير وبالمجال ده وبالخبره ديت. الموضوع الشغل في الفضه بياخد اكيد وقت، ولا مسافه ما ايدك بتتعامل في الفضه بتروح على طول مشتغل، ولا بياخد دراسه ووقت؟ لا بياخد وقت طبعا، ومجهود وفكر وتصميم زائد يعني. يعني عشان توصلي احنا عايزاك بقى تتكلم بقى عن ما عشان نوصل لمنتج زي كده مش سهل، ان انت لازم تصممي والكلام ده كله. تمام. فبتقعدي مع الديزاينر بتاعك، بتقعدي مع دوت، بتقعدي في الورشه، بتبداي انت تصممي، بتبداي تتكلمي مع الناس. تمام. في حاجات بنستوردها زي مثلا الشغل الروز جولد اللي في الاول دوت، ده بيبقى استيرادنا. بس فبيختلف الكلام ده كله عن بعضه. بدات يعني تمسك حته فضه كده تبقى عامله زي الكوره، تقدر تشكلها؟ لا انا مش صنايعي بقعد على التاسك. انا مهارتي في البيع اكتر من ان انا اقعد على التاسك، بس انا اقدر ان انا اصمم. تصمماتك. بالظبط، اقدر ان انا اصمم ورشه الصناعيه بتشتغل ازاي ويبدا معايا منين وينتهي فين. بس التصميمات برضو بتبقى عايزه شغل جامد، يعني تبقى سنين خبره عشان تصمم قطعه فضه زي ديت، لازم تكون فيها خبره جامده. يعني بتبقى عايزه خبره وبرايق ووقت تفكير والكلام ده كله. تمام. طبعا زبائن حضرتك بتختلف اذواقهم. طبعا. فاتكلمنا عن النوع دوت، يعني في ناس بتحب تاخد الفضه شكلها ايه، وفي ناس بتاخدها تحب تبقى شكلها ايه. يعني لبيس الفضه عموما اللي بيحب الفضه كفضه تمام بيميل لحاجه اسمها مارجزيت او الشغل العربي بمعنى اصح. اللي هو بتلاقي بقى عن. اللي هو الشغل دوت بتلاقيه واخد الاكسيد الاسود في التراث العربي، التراث القديم ده اللي هو بيلبس فضه عشان هي فضه. تمام. في ناس تانية ليها ذوق تاني بتلبس الفضة كبديل للذهب الأبيض. تمام. اللي هو بنتكلم عليه زي مثلا طقم زي دوت. تمام. ده أبيض كله، ده لما يجي يلبسه هو نسخة من الذهب الأبيض بالظبط، ومات لي بلاتين. تمام. لونه ما بيغيرش، فهو في لبسه كبديل للذهب الأبيض بالظبط. تمام. زائد الروز جولد برضه نفس الفكرة، ده بديل ان ده داخل معايا أبيض فأصفر، فبيحل قدامه ان هو لابس ذهب بالظبط. تمام. تمام. وعلى فكرة مش أي شغل،
يعني حضرتك برضو مش اي شغل اللي انا ابقى لابسه كده بيبقى كوبي من الاصل، لا ده بيبقى عايز برضو خبره وعايز فن وعايز تقفيل كويس علشان ما يبانش ان هو تقليد. النهارده ممكن نقدر نقول ان موديلات الفضه بقت اكتر من موديلات الذهب كمان كتير، والفضه طول عمرها فضه يعني مش هيتغير لونها ولا يتغير شكلها، يا دوبك تلميعه صغيره كده وبترجع زي الاول. يعني الواحد لما يجي يشتري او المدام اللي بتحب الفضه بتبقى فعلا حاطه فلوسها في مكان كويس غير اي حاجه تاني، بعديها بشهور باللون بيتغير والفلوس بتضيع على الفاضي. اصل الاكسسوار انا هلبسه شويه وهرميه، تمام. اما الفضه ان انا هقدر سي مثلا اتكسرت هصلحها، تمام. لونها عايزه تتلمع هتتلمع، فص وقع هيركب، فكلها في ايدينا، الموضوع مش بعيد عن ايدينا. لا بس استاذ ماجد، احنا لما عملنا شيرش على شغل حضرتك حصل لنا يعني مفاجاه ان حضرتك نزل لك لينك في الوطن، كنت انت صاحب مبادره الشبكه الفضه، فدي طبعا ما جاتش على بالنا خالص ان حد يوصل للفكر ان هو يعمل للشباب او يفكر في الشباب ويعمل لهم شبكه فضه. ازاي بقى جات لك الفكره دي؟ كلمني عليها. الفتره دي كان اولا كانت سعر الذهب جامد قوي، كان نطه كبيره، تمام. فلما جه الذهب عليه كده اهوت، وحاليا البلد وضع البلد الاقتصاديا مش كويس، الناس ما بقتش قادره. الشاب النهارده هيجيب شبكه ب 40 50 الف جنيه ولا هيجهز شقته ولا هيجيب عفش ولا هيعمل ايه بالظبط، تمام. فما بقاش في مقدرته ان هو يجيب الكلام ده كله. لا فلما جينا بصينا لموضوع الشبكه الفضه، هي دي هديه للعريس للعروسه، تمام. النهارده بدل ما يشتري الشبكه الذهب النهارده، بعدها باسبوع خدها وفرجها للناس، بعدها باسبوع خدها بح اخدها وبح عشان خاطر يكمل شقته. طب ما هو جاب لها هديه برضو بسيطه والموضوع مش مكلف. الموضوع انت النهارده ممكن تبدا من اول 500 جنيه وانت طالع شبكه، هتبدا من اول 500 جنيه ان انت تاخد طقم من اول 500 جنيه وانت طالع. طب حلو جدا، فالموضوع بقى بسيط قوي، فبقت لذيذه. في ناس كتير قوي اتقبلت الموضوع دوت. ما احنا فعلا لقينا نسبه مشاهدين لللينك بتاع حضرتك وتفاعلوا قوي. جالك بقى زباين خدوا من عندك اكيد ياما؟ بصراحه حققنا نجاح فيها جامد قوي. يعني ما كنتش تتخيل ان الموضوع ده هيسمع. لا ما كنتش متوقع. انت كان اهم حاجه عندك ارضاء الشباب من الناحيه الماديه، لان انت بتراعي في الوقت دوت الشباب، لان طبعا الشاب من دول هيروح يقسي الشقه ولا يجيب اجهزه ولا ده، لا انت في نفس الوقت بتقدم شبكه كويسه وفي نفس الوقت بتفرح عروستك. بالظبط. فجولك بقى واقول لك احنا عايزين شبكه فضه؟ بصراحه ناس كتير جات وعملت نفذت الفكره بتاعتنا وكانت مبسوطه بيها، وبصراحه اهل العروسه برضو كانوا مساعدين الشاب على هذا الوضع، ان عارفين ان هو هيجيب الشبكه النهارده بس هي هيبيعها بكره. يعني في ناس تقول لك لا فضت ايه، لا ده احنا عايزين الذهب، طب وعلى ايه؟ ما هو الموضوع كان يعني الموضوع بقى واضح قدام الناس كلها دلوقتي، احنا بنتكلم على وضع احنا بينا كلنا فيه. تمام. النهارده هجيب الشبكه النهارده هبيعها بكره، فحرام. بس لا بس بجد يعني حضرتك كنت انت اول مبادره تعملها ما سمعناش خالص عن الشبكه الفضه ديت، وكنت انت او من اول الناس اللي شجعوا الشباب على الموضوع ده. طبعا انت عارف الحريم تحب تلبس الفضه وتحب كده، بس في حاجات ممكن تغير من لونها او الاستعمال بتاعهم بيبقى تقيل شويه. طيب انا عايزه بقى نصايح حضرتك تديها لنا كده للي عايز يلبس فضه ويخليها بنفس الشكل والرونق ده. لو جينا اتكلمنا عن الفضه المصري، عايز احافظ عليها، هيبقى التلميع بتاعها كالاتي. تمام. بكربوناته، بلمع حته الشغل، بلمع حته الشغل بكربوناته، وبعد كده بشوفها بميه وصابون كويس. تمام. وفوطه ناعمه بروح جاي مسحها ومنشفها كويس جدا. ده بالنسبه للمصري. اما بالنسبه للايطالي فهو مش محتاج كربوناته. ميه دافيه مع نقطه صابون صغير وفرشه سنان. وببتدي انضف حته الشغل بتاعتي. اشطفها بميه نظيفه وبرده بفوطه ناعمه اروح جاي منشف حته الشغل. تمام. تديت معايا بنفس لونها. تمام. طبعا العميل ساعات بيلبس حته الشغل ويروح يركنها فتره. ده اكبر غلط. ان هي عليها عرق والجو عندنا فيه تراب كتير. لا انا لبستها بالظبط، انا لبستها فتره هشيلها هشطفها بشويه ميه وصابون وانشفها كويس واشيلها. تفضل معايا بنفس لونها ما يغيرش ابدا. اهم حاجه الاستعمال. بالظبط. انت حضرتك بتقول لي في فضه مصري وفضه ايطالي، هي الفضه بقت انواع؟ ما هو في حاجات بنستوردها من بره وفي حاجات بتتصنع هنا في مصر. يعني انا اول مره اسمع ان في فضه، احنا الفضه بتاعتنا المصري طول عمرنا عارفينها، لكن التطور بقى في فضه ايطالي بالظبط كده. نفس الذهب برضه، ما نفس الذهب نفس الفكره. طب ايه اللي بيختلف بقى ما بين ده وما بين ده؟ بيختلف طبعا اوريدي الايطالي بيجي لنا 925 اللي هو اعلى عيار في الفضه. تمام. تمام. بالنسبه للمصري بنبدا مثلا من عيار 800 و900 و925. تمام. تمام. نيجي البند الميداليه مثلا، الميداليه ما ينفعش نعملها غير 800 عشان تتحمل الصلابه بتاعتها وتشيل كم المفاتيح اللي احنا
اما بالنسبه كالشغل الحريمي عموما بنرجح دايما ان هو بيقال الايطالي اللي هو 925 أي. عشان ده اعلى عيار واخد طبقه بلاتين فبيفضل مع العميل فتره كبيره جدا ما بيحصلوش اي حاجه. لا هو شويه ميه وصابون خلاص الموضوع انتهى بالنسبه له. تمام. لكن لو عيار قل عن 925 بيبتدي اللون يغير. تمام. فاحنا مش عايزين النقطه ديت. تمام. انا برضو عايزه برضو تعرف برضو الساده المشاهدين السلسله الانسيال ده يعني برضو تعرف المشاهدين ده شغل حضرتك على الطبيعه مش هو نفس الماتيريال ونفس الشكل الاشكال بتختلف من مناسبه يعني ده امتى يتلبس وده امتى يتلبس برضو يعني عايزين نعرف طبعا بتختلف طبعا انا حاجه زي كده مثلا تمام. ممكن انا اقدر البسها يوميه عادي مفيش اي مشكله تمام حاجه زي طقم سواريه استحاله ان انا هلبسه بالنهار لازم يبقى في حفله في سهره في فرح الكلام ده كله تمام انسيال زي دوت هقدر ان انا البسه في اي وقت تمام تمام ده بالنسبه في حاجه زي كده ببقى داخلها جلد ده من روح الشباب والكلام ده كله الشباب حلو جدا برضو موضوع الجلد ده بالظبط كانت فكره جديده برضو تمام حاجه زي كده برضو ده طالع جديد اللي هو شبيه للفرفشه فده البنات عليه اقبال كتير قوي ده بالنسبه بقى يا فندم الاسعار بتختلف من وقت للتاني ومن طبعاً. شكل للتاني يعني طبعا شكل واخد مجهود واخد يعني فضه كتيره مش هيختلف يعني هيختلف زي حاجه بسيطه كده هو الوزن بيحكمنا شويه يعني السعر دايما بيختلف معايا عشان الوزن تمام اما المصنعات تقريبا بنسبه 90% بتبقى قريبه قوي من بعضها تمام بالنسبه في المجال الحريمي طبعا احنا داخلين على عيد الحب وانت طيب حضرتك وطبعا الناس كلها مشتاقه اللي هي تجيب حاجات كويسه اكيد انت في الفتره ديت في تطوير كده وفي مفاجآت عشان باذن الله بدون مبالغه هتنزلها للشباب والبنات كلمنا عنها ايه بقى الاكسسوارات اللي انت ناوي تنزلها طبعا في الفالنتاين طبعا بتنزل حاجات خفيفه كتير تمام كلمه لاف دي طبعا بنركز عليها كتير ان الشباب بيطلبوها كان في تعليقه نازله الفتره اللي فاتت اللي هي فيها عدسه العدسه اللي بتبص فيها فيها كلمة حب ب 100 لغة مربعة كده مدورة مدورة نازل منها مدور وقلبه انفينيتي والكلام ده كله نازل منها في حدود 12 شكل حلو جدا تمام دي طبعا يعني أكتر حاجة كانت مناسبة للموسم دوت وبإذن الله هنعمل عليها عرض كويس قوي يعني في مفاجآت طبعا يا جماعة احنا بنتكلم في مفاجآت مع أستاذ ماجد تابعوا البيج بتاعه عشان هيلاقوا مفاجآت وأكيد في خصم للشباب طبعا البيج بقى بتاعك عملته إمتى؟ إيه الفكرة اللي جات لك إن أنت تعمل البيج ده؟ هو دلوقتي بقى يعني المبيعات عموما بقت مركزه على السوشيال ميديا دلوقتي فلازم تطور مع الموضوع فبدانا ان احنا مثلا من سنه تقريبا بادئين من 2010 او 2011 في البيج راو تمام وبدانا نشتغل عليه تمام بدا العميل معانا بيتابع بدا ان هو بيطلب طلبات اونلاين بدات الحاجه بتوصل له والحمد لله يعني على قد ما بنقدر ان احنا ما نتاخرش على العميل بتاعنا ما اهم حاجه بقى المصداقيه في المواعيد واهم حاجه الشكل بيبقى هو نفسه اللي على السوشيال ميديا هو نفسه اللي بيوصل للعميل بنصوره بالطبيعه بالظبط لان فعلا جات لنا كتير على رسائل صفحه البرنامج ان هم بيتعاملوا مع بيدجات سواء اكسسوارات اونلاين اي حاجه ما بتبقاش بنفس الماتيريال والخامات بيجي لك الشكل زي مثلا انسيال شكله جميل جدا قدام ما يبقاش هو تحس ان هو تقفيل تاني وشغل تاني ما هو دايما انا بنصح الزبائن بتاعتي بايه؟ ان انا النهارده لما اجي اتعامل اونلاين يكون ليه مكان مش حد مجهول يعني عارف ان ليه مكان هعرف اوصل له يعني جات لي حاجه انا طلبت سي حاجه زي كده انا شايف صورتها كده بالظبط وعايزها هي دي تمام هو دلوقتي معلش يا استاذ ماجد منزلين حضرتك صورتك في جريده الوطن يعني علق لنا بقى عليها مين اللي طلب منك اللي انت تخش تتكلم وصوروك ازاي وكده دي كان برضو حد من جريده الوطن كان كلمني تمام وكان بيتكلم عن مبادره الشبكه الفضه وكده اهوت فقال لي بعد اذنك ان احنا ننزلها وكده سمعت عنده كان في الفتره دي حتى ما كنتش موجود في مصر كنت مسافر تمام واول ما رجعت رحت بعت لها الصور على طول لا هو كمان في قلب الصوره حضرتك مبين للشباب الشبكه الفضه شكلها ايه كل حاجه فيها فضه حاولنا نشرحها لهم لا كمان دي هي شكلها اصلا يعني يدي ان هو سوليتير غير الذهب الابيض يعني تبقى تحس ان هي عامله زي السوليتير ما هو ده ميزه الشغل 925 بيطلع بالنقاء دوت مع الحجاره الراكبه فيه مع برضو الخبره والموهبه برضو بيطلع الشغل كويس تسلمي رجعنا برضو بنتكلم عن البيج لما دخلنا زي حضرتك على البيج لقينا كميه شكر لحضرتك يعني الحاجات دي ما جاتش بالساهل اكيد يعني من فعلا ان حضرتك شغلك موثوق منه مش مجرد رسائل كده على الصفحه وخلاص لا فعلا كل حد بياخد من عندك حاجه كان بيبعت لك ريفيو على الصفحه او على البيج بتاعك ايه السر بقى في كده السر المصداقيه انت بتتعاملي مع العميل بتاعك بصدق
تمام. ما بتكدبيش عليه، حاجتك كلها واثقه فيها. بتعمل الحته بحب. بالظبط. الحاجه لما بتعملها بتعملها بحب، مش مجرد حاجه هتطلع تتحط في الـ في الـ في الباترينا. مش فكره بيع ومكسب. فكره حاجه انت حباها. بعيد عن الناحيه الماديه خالص. لا مش موضوع مادي. دي على فكره اكتر شيء بينجح اي حد، ان هو بيبص للمصداقيه وارضاء العميل، دي اهم حاجه. لكن اللي بيبص اهم حاجه للناحيه الماديه فما بيطلعش بنفس الشكل الشغل بتاعه. ما هو في فرق ما بين اللي واخدها حب وفرق من اللي واخدها بيزنس وبس. ده الاختلاف. طب حضرتك انت شغلك طبعا مش مقتصر بس على القاهره، اكيد في شغل محافظات، وديت لمحافظات ايه يعني؟ قول لنا كده. يعني في السويس، في اسكندريه، في بورسعيد. يعني نزلت اقاليم كتير. وحد طب بعت له اوردر مثلا هنا وهنا؟ كان في ما بين الجمله وما في ما بين القطاعي، ما بين زباين عملاء عاديين وما بين زباين جمله. تمام. طبعا اكيد بتتعامل مع شركات شحن كويسه. الحمد لله. لان طبعا من اهم برضو الشغل الاونلاين شركات الشحن. بالظبط. بيبقى الشغل حلو جدا ورايح للعميل كويس جدا، بس اللي بيبوظ الشغل هي شركه الشحن. مفيش كده حصلت مشكله او حاجه كده برضو اتضايقت ان هم وصلوا للعميل مره شغلي متاخر؟ يعني طبعا ده سمعه، فاهمني؟ لا بصراحه الحمد لله، يعني الشركه اللي انا بتعامل معاها بصراحه يعني صادقه معايا في موعدها. طيب الحمد لله، ده اهم حاجه. برضو نرجع للبيج بتاع حضرتك. انت دلوقتي عملت البيج على اساس ان البيج دوت بقى اي حد دلوقتي عنده شغل اونلاين بيعمل بيج وكده عشان يسوق كده، استفدت من البيج ده؟ طبعا الحمد لله. ايه بقى اللي استفدته؟ استفدت اول حاجه كبزنس، يعني زود عدد المبيعات عندي. تاني نقطه عمل معايا علاقات كويسه. تالت نقطه ان العميل بقى بيقول رايه بصراحه. اصل العميل مش هيقف قصادك يقول لك رايه، لكن العميل ممكن على البيج يكتب لك رايه بصراحه. ممكن في عميل انا مش عاجبه مش عاجبه شغلي، هيقدر ان هو يقول. في عميل تاني معجب بالشغل، معجب بحته الشغل، مبسوط بيها، فقادر ان هو يعبر عن الوضع بتاعه. بس طيب حضرتك بتشتغل لوحدك ولا في حد بيساعدك في الشغل؟ لا عندي فريق عمل طبعا. وعلى الصفحه برضه معايا الفريق بتاعي بيشتغل، ان انا مش هقدر افرغ نفسي ليها. الكتيبه بقى بتاعت حضرتك. يعني اكيد. بتنسقوا مع بعض الشغل؟ بتقدروا ان انتوا تمشوا الدنيا زي ما بيقولوا كده؟ هو طالما روح الشغل فيها محبه بتبقى الدنيا كلها ماشيه. اكيد. يعني اكيد حته المحبه ما بينك وبين اصحاب الشغل ديت بتنجح اي حد. بالظبط كده. اي مشروع يا استاذ ماجد بتبداه بيبقى فيه سلبيات وايجابيات. طبعا. عايزاك بقى تحكي لنا، يعني نقول مثلا نبدا بالسلبيات او المشاكل اللي واجهتك في طريق حياتك كله في الشغل ده. يعني ممكن اقول ان انا عادي في تجار كتير كانت حاربتني كتير في فتره، يعني فتره الشبكه بتاعه الفضه قابلت مشاكل كتير من تجار، زعلت وناس زعلانه ليه انت بتعمل كده. تمام. بالنسبه لمجال الذهب زعلانين، انت ازاي بتتكلم في كده وليه بتقول تطوير كده. تمام. طب يا جماعه احنا الاقتصاد بتاعنا واقع، الموضوع مش يعني الموضوع احنا بنشجع الشباب، لا احنا المفروض احنا بنتكلم عن الذهب، مالكش دعوه بالموضوع دوت. دي مشكله من المشاكل اللي انا قابلتها. زائد برضو ان في ناس بدات تكبري فبقيت ان هي بتحارب فيكي. بس الحمد لله طالما انت ماشيه على خط كويس فما بتخافش من حد. يعني الموضوع ده عمل مشاكل لناس كتيره قوي. طبعا. طب انت حضرتك بتطور من نفسك، بتعمل فكره كويسه، بتساعد الشباب، يعني اهم حاجه ان احنا نساعد بعضينا. هو في ناس بتبص ان هي بتبص للمصالح الشخصيه مش للمصالح العامه. انت كده بقى بتقطع على موضوع الذهب. طب انت كده شاركنا في الفكره عملت. لا انا يعني شايفه ان حضرتك بتطور من نفسك، اي فكره جديده ده مجهود وتعب، انت ما جاتلكش الفكره كده وانت قاعد، لا انت فكرت ان انت عايز ازاي تساعد الشباب في ظل الاسعار اللي هي الرهيبه دي. طبعا عشان تاخدي فيها قرار كان وقت عبارة ما خدت القرار فيها. طيب استاذ ماجد، انت ما جالكش مثلا كده على رسائل الصفحه واحده نفسها عايزه تاخد مثلا شكل من الاشكال ديت وجت قالت لك طب انا ايه اللي يضمن ان الحاجه دي هتوصلي بنفس الشكل؟ ما انا ياما اتضحك عليا. انت بقى كان بيبقى رد فعلك ايه؟ الرد ان انت ليكي مكان، انت يوم ما الحاجه توصل لك غير الشكل دوت تقدري توصلي للمكان نفسه وتاخدي الحاجه اللي انت عايزاها. لكن استحاله ان احنا نبعت لك حاجه غير اللي احنا مصورينها لك. يعني انت دلوقتي من خلال البرنامج بتقول لهم يا جماعه الشكل اللي بيظهر على البيج او كده. معلش مداخلة تليفونية. الو 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 الو. صباح الخير. صباح الخير استاذ روماني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك في اسرار الحياه يا فندم. اهلا بيك وبرحب بحضرتك وبرحب باستاذ ماجد ومبسوطين ان احنا متشكره جدا. عايزاك بقى تقول لنا حضرتك تشوف الشغل دوت وتقول لنا ايه رايك فيه.
صراحة احنا من زمان لما بنحب نفكر في أي حاجة تخص الفضة في محلات كتير جدا، لكن أستاذ ماجد بيتميز بالذوق الراقي دي حقيقة يعني. تمام. دايما حاجات كتير قوي مش بنلاقيها بره، دايما بنلاقيها عنده. تمام. بجانب المقابلة الكويسة والاستضافة طبعا في المحل، بصراحة الواحد بيشعر انه داخل مكانه. أكيد طبعا أكيد. أستاذ ماجد مع حضرتك أهو. مساء الخير. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ مبسوطين جدا ان احنا نشوفك بصراحه في الوضع ده، وربنا يكبرك اكتر واكتر، واحنا نشوفك من احسن الناس. تسلم. نهنيك على الذوق الراقي اللي حضرتك بتقدمه لنا دايما يعني. تسلم لي. شكرا يا استاذ رومان على مداخلتك الجميله ديت. شكرا يا فندم. حضرتك قلت لي انت بتشتغل في جميع المحافظات صح كده؟ طيب ازاي التواصل مع حضرتك؟ اتواصل ازاي مع حضرتك؟ هو عن طريق البيج او عن طريق الواتساب؟ اكيد. وكمان التايتل بتاع حضرتك دلوقتي ظاهر على الشاشه بالفون بكل حاجه باللينك بتاع البيج بتاعك. تمام. برضو في برضو من الشكاوي اللي جات لنا ان اتعاملوا ناس مع بيجات فضه. تمام. وجابوا كل حاجه من عندهم، بس للاسف لقوا الحاجه ما بتبقاش نفس التقفيل ولا الماتيريال ولا الشكل. طيب انا عايزاك تدي نصيحه لاي عميل يشتري اي حاجه من على السوشيال ميديا سواء من عند حضرتك او من غيرك، خصوصا في المجال بتاعك. تمام. ايه اللي يضمن له ان هو يوصل له الحاجه تبقى للاصل؟ يضمن ازاي؟ ما احنا اول نقطه اتكلمنا فيها اللي هي نقطه استاذه. الو معلش اسف القطع حضرتك. الو. ايوه. ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عايزك تكلمي بقى استاذ ماجد وتقولي لنا على الشغل الجميل اللي ظاهر على الشاشه. بصي بصراحه احنا ماجد مسمينه وفي عين شمس ملك الفضه. مفيش قطعه ايا كانت ذهب او فضه الا بتلاقيها عنده نفس الموديل. يعني حتى لو عجبتني حاجه ذهب وعايزاه يعملها لي فضه بيعملها لي احسن من الموديل الاصلي اللي شفته. طب ده شهاده بقى من زباين حضرتك. هو صراحة أنا أول ما قدمت قلت ده قائد الفضة، هو فعلا يستحق اللقب ده. تسلمي لي كتير. بصي بجد ماجد الفينش بتاعه أنا ما شفتش زيه. وأي حاجة في دماغي حتى لو أنا مش عارفة أفسرها له هو بيجيب ورقة وقلم يقول لي أنا هقول لك أنت عايزة إيه. طب ده حلو جدا. يمكن يطلع التشكيل اللي هو عمله أحسن من اللي كان في دماغي وعايزة أعمله. طبعا 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 يا فندم. متشكرة جدا يا فندم. نرجع تاني النصايح اللي بتقدمها لاي عميل. برضو هي برضو نفس النقطه اللي بنتكلم فيها، ان انا لما اجي اشتري اونلاين لازم ابقى عارف ان ليه مكان ثابت. مش حد مجهول. مكان ثابت، لقيت فيه اي حاجه فيه عيب، الحاجه وصلت لي غير نفس الحاجه اللي انا طالبها، هقدر ارجع للمكان. تمام. طالما مكان ثابت هيخاف على اسمه، هيخاف على سمعته. هيخاف على حاجات كتير قوي. ايوه. تمام. اما مكان مجهول مش هعرف اوصل له تاني. مع ان الشغل الاونلاين دلوقتي استاذ ماجد بقى مهم جدا في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي. ما كل حاجه زي ما كل حاجه ليها الايجابيه بتاعتها وليها السلبيه. اكيد في ناس بتستغلها صح وفي ناس بتستغلها غلط. فاحنا بنتكلم على الصح فين؟ الصح بقى المصدر الموثوق منه. اكيد اكيد المصدر الموثوق منه. والله يا استاذ ماجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه على الشغل الجميل دوت، وحضرتك فعلا يعني قائد من قواد الفضه. ان احنا بجد استفدنا من النهارده منهم جدا. تحب تقول للساده المشاهدين ايه قبل نهايه حلقتنا؟ يعني احب اشكرهم على استضافتي في البرنامج دوت، واحب اشكر كل اللي دخلوا معايا في المداخلات. واقول لهم انا مش يعني الكلام ده كان كتير قوي عليا. لا والله تستحقها بجد، تستحقها، لان فعلا انا ما شفتش زي حضرتك في ان انت اهم حاجه عندك المصداقيه، اهم من الناحيه الماديه. استاذ ماجد انا بشكر حضرتك، واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده للساده المشاهدين، والظهور ان شاء الله في حلقات تانية معانا في اسرار الحياه باذن الله بدون معطل. اشكر الساده المشاهدين، واتمنى ان تكون حلقه مفيده ليكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من اسرار الحياه.